تأتي في الدولة العراقية. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن عددا من الإصلاحات، من أهمها فتح ملفات الفساد وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، كما قرر أيضا تخليص عدد حراس كل مسؤولي الدولة وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكبار المسؤولين. المقاومة الشعبية تعلن تحرير مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان جنوبي البلاد، جاء ذلك بعد هجوم شنته القوات الموالية للشرعية من عدن وبغطاء جوي من طائرات التحالف العربي. من جهته أعلن رئيس الحكومة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أعلن اليوم عن بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة تعز جنوبي البلاد. الخارجية المصرية تصدر بيانا تؤكد فيه على أن مصر ترفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معتبرة تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية غير مقبولة. جاء ذلك بعد تصريحات للعطية في مقابلة خاصة للتلفزيون العربي أكد فيها على دعم الحوار في مصر. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن اعتقال عدد من المشتبه بهم خلال مداهمات في بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا في إطار التحقيق في الحريق الذي قتل فيه الطفل علي الدوابشة ووالده. قتل 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية و18 مقاتلا من فصائل معارضة في تفجيرين انتحاريين، واستمرار الاشتباكات بين الطرفين في محيط قرى عدة في ريف حلب الشمالي. أعلنت مصادر صحفية تركية أن نحو 390 مقاتلا كرديا من حزب العمال الكردستاني قتلوا وجرح المئات خلال أسبوعين من الغارات الجوية التركية على قواعد للأكراد في شمال العراق.